كارثة هتحصل اليومين الجايين في دول عربية كتير ومحدش هيعرف يسيطر على الوضع. محمد صلاح هيروح نادي سعودي والأهلي هيفوز بالسوبر الأفريقي على حساب الزمالك. جماهير الزمالك هتعيش ليلة سودة لأن سيناريو الهزيمة هيكون غير متوقع. الست دي مش طبيعية ومكشوف عنها الحجاب وكلنا عارفين. أنا هنادي محمود وتعالوا معايا نعرف إيه الحكاية مع بعض. في جدل كبير أثارته خبيرة الفلك والأبراج ليلى عبد اللطيف بعد توقعاتها الأخيرة عن الرياضة وعن الفلك. فبعد غياب لليلى قررت ترجع تاني وبتوقعات صادمة عن اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية. هي بدأت ليلى عبد اللطيف توقعاتها بفوز الأهلي على الزمالك في بطولة السوبر الأفريقي. فقالت ليلى عن تألق الأهلي خلال الفترة اللي جاية: أنا بشوف الأهلي هيوصل لأعلى من موسم رياض وكمان هيبدع في كأس العالم للأندية. وتوقعات ليلى عبد اللطيف ما كانتش بس عن نادي الأهلي لكن كمان عن اللاعب المصري محمد صلاح، خاصة بعد تصريحه الأخير بأن الموسم ده هيكون الموسم الأخير في ليفربول. وبدأ الجمهور يتوقع وجهة صلاح الجديدة، وعشان كده ليلى قررت تكشف للمتابعين والجمهور الكروي عن النادي الجديد اللي هيتجه ليه صلاح. وقالت ان خلال الفترة الجاية محمد صلاح هيوقع مع فريق في الدوري السعودي. وكالعادة اتكلمت ليلى عبد اللطيف عن أزمة شيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا، وأكدت ان الأزمة بينهم هتنتهي قريب جدا بمصالحة بين الطرفين. وقالت: شيرين فنانة جميلة وقلبها كبير وذكية وهتظبط كل الأمور وخطتها مع روتانا هتنجح. ده غير ان توقعات ليلى صدمت المتابعين عن الكوارث الطبيعية اللي ممكن تحصل خلال الفترة اللي جاية، زي سقوط أمطار غزيرة وسيول وعواصف وثلوج في الدول العربية وفي مصر. وكمان توقعت حدوث زلازل في الدول العربية زي سوريا والأردن ولبنان وفلسطين. توقعات ليلى عبد اللطيف عملت كالعادة جدل كبير جدا بين المتابعين على السوشيال ميديا، واللي كل مرة بيختلفوا عن حقيقة توقعات ليلى، خاصة إنها مش أول مرة توقعاتها تصدق وتحصل فعلا. فليلى عبد اللطيف خبيرة فلك لبنانية معروفة عنها توقعاتها للمشاهير والنجوم اللي مرات كتير صدفت وطلعت صح، وده اللي خلى كتير من الجمهور والفنانين بيستنوا توقعاتها. فوالدها هو الشيخ محمد، كان مفتي مصر في الأزهر، وليلى عبد اللطيف دايما بتعرف نفسها إنها عالمة فلك وخبيرة أبراج، لدرجة إن المتابعين والجمهور سموها سيدة التوقع، وده بسبب إن أي حاجة بتتوقع بيها بتحصل. مش بس كده، ليلى كمان بتقول إنها بتقدر تشفي الناس بالقرآن الكريم، وإنها مش عرافة زي ما الناس بتقول عليها، عندها الحاسة السادسة اللي بتخليها تقدر تتوقع إيه اللي ممكن يحصل، وإنها بتتطور مع الوقت لدرجة إنها بتحول توقعاتها من 90% ل100%. ومن التوقعات اللي أكدتها ليلى عبد اللطيف في توقعاتها وصدقت، توقعها بانفصال شيرين عن حسام حبيب. وفعلا قبل ما سنة 2023 تنتهي كان حسام وشيرين منفصلين فعلا. مش بس كده، كمان ليلى عبد اللطيف توقعت انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العواطي، وده كان في سنة 2024 الحالي. وقتها تريق المتابعين عليها، خاصة إن العوضي وياسمين كانوا وقتها كويسين جدا مع بعض، وحتى ياسمين والعوضي اتريقوا على اللي قالته. فقالت ياسمين عبد العزيز تعليقا منها على اللي قالته ليلى عبد اللطيف: بلاش انت يا ليلى. وكمان العوضي رد عليها وقال: كذب المنجمون ولو صادف. لكن فجأة وبعد أسابيع قليلة اتفاجئ المتابعين إن نبوءة ليلى عبد اللطيف صدقت وانفصلوا عن بعض فعلا. فيا ترى توقعات ليلى عبد اللطيف خلال عام 2024 هتصدق المره دي ولا هتطلع فنكوش؟